بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة أولياء أمور الصف الرابع ابتدائي هنحل مع بعض أكثر من 150 سؤال في علوم الصف الرابع الابتدائي. نبدأ مع بعضينا. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة. سؤال تخير الإجابة الصحيحة ده سؤال محتاج تركيز لأن هي مش سهل. تتميز أوراق أغلب النباتات الصحراوية بأنها ألف كبيرة وعريضة، صغيرة وبها أشواك، عريضة وبها أشواك، تفقد الماء بسهولة. تفقد الماء بسهولة، ده هي لو في الصحراء وبتفقد الماء بسهولة يبقى مش هتكمل. كبيرة وعريضة هتجيب عايزة مية كتيرة، عريضة وبها أشواك برضو عريضة يبقى عايزة مية كتيرة، يبقى ما عنديش حل إجابة غير صغيرة وبها أشواك. بيقول لي أي، رقم اثنين، أي أنواع الحركة التالية لا يمكن ملاحظتها، الحركة اللي ما اقدرش أشوفها. قطار يتحرك على القطبين أشوفه، كرة تتحرك في الهواء بنشوفها، قلم يسقط لأسفل بشوفه، حركة القمر حول الأرض هي دي اللي ما بشوفهاش، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. رقم ثلاثة، ماذا يحدث للكائنات التي لا تتوفر لديها الطرق التي تساعدها على التكيف مع ظروف البيئة؟ الحيوانات اللي ما تقدرش تتكيف مع ظروف البيئة يحصل لها ايه؟ يزداد عددها، مش معقول، تظل كما هي، يزداد التنوع الحيوي للنظام البيئي، ولا تنقرض؟ طبعا تنقرض. العضو المسؤول عن حاسة البصر، الأذن، العين، الأنف، الجلد، طبعا ها العين. رقم خمسة، بيقول أي هذه المواد تعكس الضوء بصورة أفضل؟ إيه المادة اللي هتعكس الضوء بصورة أحسن؟ يا ترى الخشب ولا المرآة المراية، البلاستيك، الكرتون؟ مين اللي بيعكس الضوء؟ اللي هو إيه؟ المراية. رقم ستة، أي الأمثلة التالية تمثل قوة سحب؟ جذب الأرض للجسم، دفع صندوق، مدام قال دفع يبقى دي ينفع سحب، يبقى دي كده مستبعدة، ركل اللاعب للكرة دفع، تصدي الحارس للكرة دفع، يبقى ما عنديش غير جذب الأرض للجسم. رقم سبعة، الطاقة الناتجة عند تشغيل المدفأة هي الطاقة نقط، الطاقة اللي هتطلع من المدفأة، يا ترى الطاقة الكهربائية هي المدفأة بتطلع طاقة كهربائية، بتطلع طاقة صوتية، ها بتنتج طاقة حرارية، تنتج طاقة كيميائية، بتنتج طاقة حرارية، احنا بنشتريها عشان تطلع لنا طاقة حرارية. تتنفس الأسماك الأكسجين الذائب في الماء عن طريق، احنا قلنا في فرق بين الجهاز التنفسي للإنسان والجهاز التنفسي للأسماك. الأسماك بتتنفس عن طريق الجلد، لا الرئتين، ده الإنسان اللي بيتنفس عن طريق الرئتين. الخياشيم المعدة، يبقى هي الخياشيم رقم جيم. لحساب سرعة الجسم نحتاج إلى معرفة، عشان أعرف إن سرعة الجسم، عشان أقدر أحسب سرعة الجسم لازم أبقى عارف المسافة بس فقط، الزمن فقط، الطاقة والزمن، المسافة والزمن، المسافة والزمن. ما هما العضوان اللذان يمثلان الجهاز العصبي المركزي؟ المخيخ والعمود الفقري، الحبل الشوكي والمخ، الجهاز الحسي والحركي، المخ والنخاع المستطيل. عندي اللي هي رقم باء، الحبل الشوكي والمخ. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة، يعني الكلمات اللي هكتبها في النقط لازم أن تكون واحدة من الكلمات اللي هو مديها لي، دي مش هكتب من دماغي، يبقى الإجابة هتكون من الكلمات المعطاة. رقم واحد، يتشابه النحل مع الإنسان في التواصل عن طريق، النحل بيتشابه مع الإنسان في طريقة التواصل عن طريق إيه؟ هما الاثنين بيتواصلوا عن طريق الحركة، قلنا النحل بيرقص رقصات معينة والإنسان بيتواصل عن طريق برضو الحركة. الجسم الذي يقطع مسافة 20 مترا خلال 5 ثواني تكون سرعته، هنقسم 20 على 5 هتديني 4 متر في الثانية.
كل ثانية، عندما تؤثر قوى نقط على جسم ساكن فإنه يتحرك، قوى إيه؟ غير متزنة. هجرة الطيور إلى أماكن دافئة تعتبر مثالا للتكيف السلوكي، لأن الهجرة دي مش جزء في جسم الكائن. رقم 5، الجهاز الذي يقوم بهضم الطعام، هضم الطعام والحصول على عناصر غذائية هو حلها لهضم الطعام، يبقى الجهاز الهضمي. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية. السؤال ده برضو مش سؤال مش سهل، لأن ده عايز تركيز، دي علامة يا تطلع صح يا تطلع غلط. بيقول لي يتم التواصل، رقم 1، يتم التواصل بين النمل عن طريق حاسة الشم. الإجابة صحيحة. يمتلك الإنسان اللي هو أنت البساط الشفاف في عينه ليساعده على رؤية الليل. أنت عينك فيها بساط شفاف بتشوف بيه بالليل، صح ولا غلط؟ الإجابة خطأ. الطاقة المختزنة في البطارية، بطارية التليفون، بطارية العربية، بطارية الموتوسيكل، الطاقة المختزنة جوا البطارية تسمى طاقة وضع كيميائية. الإجابة صح. عندما تقل سرعة الجسم، لو قلت السرعة تزيد طاقة الحركة، ازاي؟ طبعا مش معقولة، يبقى الإجابة خطأ. يعمل الجهاز العصبي بشكل منفصل عن الحواس، الجهاز العصبي شغال وحده والحواس الخمسة وحديهم، الكلام ده طبعا خطأ. السؤال الرابع، اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية باستخدام الكلمات التالية. هو مديك الكلمات عشان تبقى سهلة عليك، الكلمات دي اللي هنحطها في النقط دي: الاحتكاك، طاقة الحركة، الطاقة، التكيف، زمن الاستجابة. رقم 1، بيقول سمة مميزة للكائن الحي. يعني ايه سمة؟ يعني صفة حية بتوصف صفة مميزة في الكائن الحي بتساعده على البقاء على قيد الحياة. ده أول درس، ده اللي هو ايه؟ التكيف. الوقت الذي يستغرقه الجسم، يبقى زمن، وقت يبقى زمن، الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة ومن ثم معالجتها والاستجابة لها، يبقى زمن. ها، وناخد كلمة الاستجابة، يبقى زمن الاستجابة. قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، جسمين بيحكوا في بعض، وتبطئ من حركة الأجسام، يبقى هتكون قوة ايه؟ الاحتكاك. يبقى الإجابة في الكلمات نفسها، بين جسمين متلامسين بيحكوا في بعضهم، يبقى هتبقى قوة الاحتكاك. القدرة على بذل شغل، ده تعريف ايه ده؟ تعريف الطاقة، الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركاته، طاقة حركاته. شوف معايا، طاقة بيمتلكها بسبب حركاته، يبقى طاقة ايه؟ طاقة الحركة. تخيل من العمود باء ما يناسب العمود ألف. العمود ألف بيقول لي 1، الصورة المرئية للطاقة التي تنتقل في صوت موجات. يا ترى تكون مين هي دي؟ اللغة، الضوء، غير متزنة؟ أكيد هي مين؟ الضوء. يعتمد على ارتداد الصوت، رجوع الصوت في تحديد موقع الفريسة، بيعتمد على ارتداد الصوت في تحديد موقع الفريسة. خدناها مين؟ في أول الدرس، اللي هو الخفاش. الطاقة المختزنة في الغذاء، اللغة مش هتنفع، غير متزنة بل كيميائية. عندما يتحرك الصاروخ ويتمكن من الخروج من كوكب الأرض، خلاص عدى من كوكب الأرض، هتؤثر فيه قوة، هتخليه يتحرك على طول، قوة غير متزنة. آخر حاجة، تعتبر شفرة في صورة أصوات لنقل المعلومات، شفرة في صورة أصوات اللي هي آخر واحدة اللي هي اللغة. السؤال الأول تاني كده في النموذج التاني، تخيل الإجابة الصحيحة. تضيق العينان بشكل لا إرادي لتجنب الضوء الساطع المفاجئ. يبقى لما تخش كده أوضة كده، أنت تبقى طالع من أوضة ظلمة وداخل في أوضة كده فيها ضوء شديد، هتلاقي عينك بتضيق كده بشكل إرادي لتجنب الضوء الساطع المفاجئ. الجهازين المسؤولين عن ذلك هما العين بتضيق، في عضلة هنا هي اللي هتضيق العين، ومين اللي ادى الامر؟ اكيد الجهاز العصبي. طب هو بيقول العصبي والعضلي، العصبي والتنفسي، طب ايه دخل التنفسي؟ العصبي ايوه موجود ليه دور، لكن التنفسي ملوش. الدوري والعضلي، الدوري اللي هو بتاع الدم، الدوري والتنفسي. يبقى ما عنديش اجابه كده غير رقم 1، هي العصبي والعضلي، العضلي اللي هو هيضيق العين، والعصبي هو اللي هيدي الامر لانه حس بالضوء الساطع. رقم 2، بيقول لي يبدا هضم الطعام في الفم، هضم الطعام هيبدأ في الفم،
وهينتهي فيه فتحة الشرج. فتحة الشرج ما فيهاش هضم، دي بيبقى مسؤول عن إخراج الطعام. الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المعدة. آخر حاجة كانت هيتم هضم الطعام فيها الأمعاء الدقيقة. طب تقول لي الأمعاء الغليظة، أقول لك دي مسؤولة عن تخزين الفضلات لحين خروجها. رقم ثلاثة، يساعد الإنسان، يساعد الإنسان في الحفاظ على النظام البيئي. حاجة بتساعد الإنسان في الحفاظ على النظام البيئي عن طريق تجريف التربة، نبوز التربة ونحفرها ونخليها غير صالحة للزراعة، دي هتحافظ على النظام البيئي، يبقى دي محذوفة كمش عايزينها. زراعة الأشجار، أيوة زراعة الأشجار هتحافظ على النظام البيئي. قطع الأشجار هيفسد النظام البيئي. بناء مجتمعات عمرانية جديدة، ده برضه هيأثر على النظام البيئي، يبقى ما عنديش إلا هتحافظ على النظام البيئي اللي هي زراعة الأشجار. رقم أربعة، بيقول لي أي الحالات التالية تمثل انتقال رسالة من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي. يبقى احنا الرسالة اللي هو عايزها هنا تكون طالعة من أعضاء الحس، اللي هي مثلا اللمس، البصر، تكون راحة للمخ أو تكون راحة للحد الشوكي، حاجة من الجهاز العصبي. يبقى الرسالة هنا الرسالة إيه؟ طالعة من أعضاء الحس للجهاز العصبي. عندما تبعد يديك عن جسم ساخن، انت بعدت ايدك عن جسم ساخن، هنا الرساله دي جايه منين؟ جايه لك من المخ لايدك، يبقى هنا عكس دي، جايه من الجهاز العصبي لاعضاء الحس دي. هنا هنا بيقول عندما تصرخ بعد الاصطدام، برضو الصرخان الصوت ده جاي، ده عباره عن ايه؟ رساله جايه لك منين؟ رساله جايه من المخ ليه؟ للسان، خلي تصرخ. عندما ينزف اصبعك بعد جرحه، عند لمس اصبعك لاشواك نبات الصبار، هي دي الاجابه الصحيحه رقم ده. ليه؟ لان انت لمست الاصبع فوصلت رساله من اصبعك لمين؟ للجهاز العصبي. لكن هنا وصلت رساله من جهازك العصبي لايدك، هنا وصلت برضو رساله من جهازك العصبي للجهاز الصوتي بتاعك. رقم خمسة، يتحرك قارب مسافه 30 مترا في زمن قدره 10 ثواني فتكون سرعته نقط. انا هعمل ايه؟ هاخد ال 30 دي هقسمها على 10، 30 على 10 تطلع معايا كام؟ 3 متر في الثانيه او كل ثانيه. رقم 6، اي عباره من العبارات اللي موجوده الاربع دول توضح سبب رؤيه انعكاس صورتك عندما تنظر المرايه. لما بتبص في المرايه بتشوف انعكاس صورتك. العباره النيفي اللي هتبقى عباره صحيحه بتعبر عن الكلام ده، هو ينكسر الضوء عندما يمر عبر المرايه. الضوء ما بينكسرش عبر المرايه، ينعكس الضوء ويرتد من المرايه. ينكسر الضوء ويرتد من المرايه، الضوء ما بينكسرش في المرايه برضه، يبقى هنا برضه خطا ودي خطا. ينعكس الضوء عندما يمر من خلال المرايه، هو بينعكس ايوه بس ما بيمرش من المرايه، لان المرايه جسمه معتم، لانه مطليه من ورا بماده معتمه فما يقدرش يعدي منها الضوء، يعني ما اقدرش اشوف الحيطه اللي ورا المرايه. يبقى عندي شغله واحده بس اللي هي ينعكس الضوء ويرتد من المرايه، اللي هي رقم ب. سبعة، يلعب تلاميذ الفصل لعبه شد الحبل في الفناء في الملعب يعني، ويوجد 10 تلاميذ على جانبي الحبل، 10 من هنا و10 من هنا، ما الذي يدل على عدم حركة أي منهم؟ طبعا هم الاثنين مش قادرين يحركوا بعض، عايزين نشوف ايه العبارة اللي بتعبر عن كده. يمتلك احد الفريقين طاقة اكبر من الاخر، لو واحد كان بيمتلك اكبر كان اتحرك، يبقى اللي العبارة ده مش صح. يمتلك احد الفريقين نصف طاقة الفريق الاخر، يبقى برضه كان هيحصل حركة في الحبل. يمتلك الفريقان قوة متساوية ومضادة في الاتجاه، أظن هي دي الإجابة الصحيحة. هنا بيقول يبدأ قوة غير متساوية، برضو أكيد كان يحصل حركة، يبقى مدام عدم حركة يبقى هم الاثنين القوة بتاعتهم متساوية ومضادة في الاتجاه. رقم 8، يمكن تحديد مدى ارتفاع صوت القطار عن طريق، خدناها دي في درس بتاع الدق الحوت، درجة الصوت، صدى الصوت، نمط الصوت، نمط ونوع الصوت اللي هي رقم ألف درجة الصوت. أي مما يلي يسمح بمرور الضوء من خلاله؟ الضوء هيعدي في مين في دول؟ يعدي في الخشب؟ يعدي في الزجاج؟ يعدي في المعادن، في الملعقة، في أواني الطهي؟ يعدي في الحائط؟
أكيد الضوء هيعدي في الزجاج. رقم 10 بيقول لي من أمثلة التكيفات السلوكية. السلوكية، ركز في كلمة السلوكية عشان ما تبقاش ملخبط في الامتحان وانت بتحل بسرعة. تكيف سلوكي يعني مش موجود في جسم الإنسان، يعني حركات بيقوم بها الكائن الحي، يعني الحياة مش موجودة في جسمه. بتساعد الحيوان على حماية نفسه من الأعداء، يبقى مش سلوكي بس، ده سلوكه بيساعده على حماية نفسه من الأعداء. الانقراض ده مش تكيف أصلا، ده الانقراض ده سببه عدم وجود التكيف، يبقى ده أصلا مش تكيف. الهجرة، أيوة الهجرة تكيف سلوكي، بس بتساعد على حماية نفسه من الأعداء؟ لا، دي هي الهجرة بتكون سببها مثلا المناخ، الجو برد هو عايز يروح مكان دافئ، يبقى هنا دي برضو مستبعد الإجابة دي. التكاثر، التكاثر ده برضو تكيف؟ لا مش تكيف. التخفي، أيوة التخفي هو الإجابة الصحيحة بتاعتنا، اللي هو تكيف سلوكي بيساعد على حماية الحيوان من الأعداء. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة. هنأكد نقول الإجابة الأكمل بتاعتك هتكون من الكلمات المعطاة: الكيميائية، الحرارية، الزفير، الشهيق، حركة، وضع، الصدى، الاحتكاك. رقم 1، يبقى الإجابة بتاعتك هتاخدها منين؟ من الكلمات المعطاة. يستطيع الدولفين تحديد الأماكن عن طريق خاصية تحديد الموقع بي. كلكم بتقولوها، برافو عليكم، بالصدى. رقم 2، عندما تسقط الأجسام باتجاه أسفل، يعني هي أجسام نازلة تسقط متحركت خلاص، الطاقة اللي جواها المختزن جواها اللي هي طاقة الوضع اللي جواها تتحول لطاقة، برافو عليكم، طاقة حركة. تنقبض عضلة الحجاب الحاجز اللي هي موجودة في الجهاز التنفسي اللي هي أسفل الرئتين وتتحرك لأسفل، يبقى كده هتوسع ولا هتضيق الرئتين؟ هتوسع الرئتين، بتوسع لهم المكان أثناء عملية، مدى موسعت المكان لأنها نزلت تحت تحركت لأسفل، يبقى الكلام ده بيحصل فين؟ أثناء عملية الشهيق. تقول طب انا بتلخبط فيها، هي تحرك لاسفل يعني هتخلي الرئتين ينزلوا لتحت ويتملوا هواء، لكن لما بتتحرك لاعلى بتضغط على الرئتين بتخليهم يفضوا الهواء اللي جواهم اللي هو في عامل الزفير. يبقى في الشهيق بتحرك لاسفل عشان الرئتين تمتلئ هواء، في الزفير بتحرك لفوق بتضغط على الرئتين بتخلي الرئتين تتفرغ من الهواء. رقم 4، بيقول عندما تقود دراجتك، العجله بتاعتك، بتتحول الطاقة المختزنة في الغذاء، الطاقة ايه المختزنة في الغذاء؟ الاكل جواه طاقة ايه؟ طاقة كيميائية، بتتحول هذه الطاقة الكيميائية الى طاقة حركية. القوة التي تقلل من سرعة الجسم وتؤثر في الاتجاه المضاد لحركته، معروف القوة اللي بتعكس السرعة اللي هي قوة مين خدناها؟ اللي هي قوة الاحتكاك. يبقى خلي بالك معايا الكلمات اللي خدناها، الصدى موجودة فوق اهي، حركة خدناها اللي هي دي، الشهيق اللي هي هنا اهو، الكيميائية اللي هي دي، الاحتكاك معانا برضو اهي، يبقى كل الكلمات موجودة فين؟ في اللي احنا خدناهم، موجودين في الكلمات المعطاة. السؤال الثالث، ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية: تحتاج النباتات الى جذور طويلة ممتدة طويلة خالص في أعماق التربة للبقاء في البيئة نادرة المياه. يبقى جذورها طويلة زي شجرة الكابو كده علشان البيئة اللي بتبقى فيها نادرة المياه عشان تاخد المية تمتصر المية، يبقى أكيد الإجابة هتكون صح. تقل عدد مرات التنفس، عدد مرات التنفس بيقل عند قيام بأنشطة وبذل مجهود، لما أجري كده عدد مرات التنفس بيقل، لما ابذل مجهود اشتغل هلاقي المعاد التنفس بيقل. طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غير صحيح. بزياده القوه المؤثره على جسم، هزود القوه المؤثره على جسم هتزيد المسافه اللي بتحركها. كلام جميل وكلام صحيح، لما تزيد القوه تزيد الحركه وتزيد المسافه.
تستطيع بعض الحشرات التواصل عن طريق إرسال ومضات ضوئية. سامع واحد يقول خنافس المضية، طب ما دي حشرة، يبقى الكلام بتاعنا ده كلام ايه؟ كلام صحيح. نستطيع رؤية الأشياء، احنا البني ادمين الانسان بيستطيع الأشياء من حوالينا، نقدر نشوف الحياة اللي حوالينا نتيجة انكسار الضوء. انكسار ولا ايه؟ انعكاس، يبقى الكلام ده غلط. السؤال الرابع، حدد نوع التكيف، تركيبي ولا سلوكي. الجذور الداعمة لبعض النباتات، جذور ده جزء في النبات ولا ده سلوك؟ اكيد ده جزء، يبقى تكيف تركيبي. سؤال ده سهل جدا، اللي هتفرق بيه ازاي ان كانت حاجة من جسم النبات او من جسم الحيوان هتبقى تركيبي. زي رقم 2 بالظبط، بيقول لي مناقير المنجار، مناقير بعض الطيور بتكون حادة وقوية لتمزيق لحم الفريسة. هو المنجار ده لما يبقى قوي، منجار يعني في جسمه ولا مش في جسمه؟ اكيد في الجسم، يبقى برضو تكيف تركيبي. اختباء بعض الحيوانات في جحور، اختباء ده في حتة في الجسم بتاع الحيوان اسمها اختباء ولا ده سلوك؟ اكيد يبقى سلوك، غير ما اقرا الباقي اللي جاب. تقول كمل، طيب ما انا بقول هو خلاص، انا خدت من كلمة اختباء. اختباء بعض الحيوانات في جحور لتفادي الحرارة في المغارات، لتفادي الحرارة الشديدة صيفا، ما دام اختباء يبقى سلوكي. وجود خياشيم، هي في حتة في جسم السمكة اسمها خياشيم، ايوه، يبقى من غير ما اكمل ده يبقى تكيف. ايه ما دام خياشيم لدى الاسماك اللي تساعدها على التنفس في الماء، وجود خياشيم يبقى ده تكيف تركيبي. البيات الشتوي للضفادع لتفادي الانخفاض الشديد في الحرارة. الضفادع في الشتاء بتحاول تستخبى في اماكن، خدناها من شويه اختباء. الحته البيات الشتوي ده سلوك ولا حته في جسم الضفادع اسمها البيات الشتوي؟ اكيد ده سلوك، يبقى تكيف سلوكي. السؤال الخامس، اذكر مثالا لكل من، عايز مثال، يعني هو يديني حاجه ويقول لي اديني حاجه مثال ليها. مديني رقم واحد بيقول لي ماده شفافه، عايزين مثال. ها الماده الشفافه اللي الضوء بيعدي منها، اللي اشوف الحاجه اللي وراها، اكيد زي ايه؟ زي الزجاج، زي الماء، زي الهواء. تقول هو ده الماء، بشوف الحاجه اللي وراها. يعني انت لو وقع منك جنيه عمله معدنيه في الميه، بتشوفه من جوه الميه من بره الميه ولا لا؟ بتشوفه، يبقى الماء ماده شفاف، وكذلك الهواء ماده شفاف، يبقى هي واحده منهما تكفي. انظمه تواصل تكنولوجيه، اللي هي مين؟ نظام تواصل تكنولوجي حديث، ده محتاج اكتر من جهاز، يبقى اكيد الهاتف المحمول، التلفزيون، واحده منهم تكفي. جهاز بيحول الطاقه الكهربيه يخليها تبقى طاقة ضوئية وحرارية في نفس الوقت، ده أكيد اللي هو الجهاز مين؟ اللي بيحاول الطاقة يخلي الكهرباء تبقى ضوء، ده أكيد اللي هو المصباح الكهربي. تقول له حرارية، أيوة المصباح لما تمسكه كده وهو منور هتلاقيه سخن، يبقى حول الكهرباء اللي دخلت فيه إلى طاقة ضوئية اللي نورت المكان، وطاقة حرارية موجودة فين؟ في جسم المصباح. بيقول لي في حيوان ليه القدرة على لف الرأس، يقدر يلف رأسه في جميع الاتجاهات، وفاكرينه دواء؟ ايوه اللي هو البوم، اللي هو وشه او وجهه يشبه الوعاء. رقم 5، قوة دفع، طبعا دي امس كتير جدا اشهرهم اللي انت بتحب على طول، اللي هي ايه؟ ركل الكرة، دي قوة دفع. خش على السؤال اللي بعده، السؤال نموذج الكام ده؟ ده النموذج الثالث. تخير الاجابة الصحيحة، برضو سؤال تخير محتاج من تركيز واقراه اكتر من مره واشوف الكلمات اللي هو ايه مديها لي عشان حلبي. بيقول لي عند احتراق البنزين، البنزين اللي جوه اللي هو في العربيه اللي هو في الموتوسيكل، عند احتراقه بتخرج الطاقه الكيميائيه اللي هي جوه البنزين المختزنه في صوره نقط وضوء. صوت ايه بتطلع لما يحترق البنزين؟ تخرج الطاقه الكيميائيه المختزنه في صوره دخان، ثاني اكسيد الكربون، في صورة شرارة ولا في صورة حرارة؟ حرارة وضوء. اي نوع من الاسطح ينشر الضوء، مش هيعكس، في هو ياكل هنا في الكتاب في رابعة بيقول يعكس وفي ينشر، هما الاثنين بمعنى واحد، بس يعكس يقصد بيه انعكاس المنتظم اللي هو بيبقى من المرآة.
اما ينشر من اللي هو بالاجسام الخشنه، فلا اسطح الخشنه اللي هنا اللي هتنشر الضوء بشكل عشوائي، اللي هو السطح اللامع زي المرايه طبعا لا، السطح الخشن نعم، السطح الناعم لا، الوسط الشفاف ده مش هيعكس، ده هينفذ من الضوء، يبقى ما عنديش اجابه صحيحه غير رقم ب. رقم 3 بيقول لي يتكيف الظبي الغزاله، واحد يقول يعني الظبي الغزاله، يتكيف الظبي الذي يعيش في السهول في الاماكن اللي فيها حشائش، في اماكن فيها حشائش الفسيحه من خلال اماكن واسعه مليانه حشائش ومفتوحه وما فيهاش اشجار، فهو علشان كده لازم ايه، لازم يتكيف معاها ازاي، انه يقدر يهرب من الحيوانات المفترسه اللي هي عايز تاكله، عشان يتكيف في الاماكن المفتوحه دي في السهول الفسيحه دي لازم يكون عنده ايه، يكون عنده فرو سميك بيساعده على الدفء في فصل الشتاء، ولا يكون عنده رجليه تكون طويله بتساعده على الجر والقفز بسرعه، ولا تكون الوانه زاهيه بتساعده على جذب الجنس الاخر، ولا يكون عنده صدفه خارجيه قويه تحميه. طبعا الصدفه الخارجيه خدناها فين؟ فين؟ في السلحفاه. يبقى هنا اكيد ايه؟ فرو دي خدناها في الدب. يبقى هي الارجل الطويله تساعده على القفز والجري بسرعه، اللي هي رقم ب هي الاجابه الصحيحه. رقم 4 بتستخدم الحيتان الغناء، الاصوات الجميله بتاعتها دي اللي احنا سميناها غناء، هي احنا بنقول عليها غناء، من اجل التدفئه، هو الغناء ده هيدفيها يعني، ولا من اجل التخفي من الاعداء، هي شيء طبيعي لو عايز تخفى مش المفروض توطي صوتها ولا تقعد تغني، يبقى الاجابه دي مستبعده برضه. رقم ب التكاثر والتغذيه اللهو مع الحيتان، واحد يقول الله مع الحيتان، بس احنا ما خدناش كده، احنا خدناها التكاثر، هي بتغني علشان تعمل ايه؟ تجذب الجنس الاخر من اجل التكاثر والتغذيه. رقم 5 بيقول لي العضو الذي يشبه في معالجاته المعلومات وتفسيرها جهاز الكمبيوتر، هي العضو اللي في جسمنا اللي بيشبه جهاز الكمبيوتر، هو الحبل الشوكي، الجلد، المخ، الاعصاب، برافو عليك. رقم ج اللي هي المخ، هو اللي بيعالج المعلومات ويفسرها. رقم 6 تحرك المراكب الشراعيه، المراكب بتاع زمان اللي كان بيبقى فيها شراع بتتحرك في الميه بفعل الهواء، يمثل التحرك بتاعها ده يمثل قوه سحب، هو الهواء بيسحبني، هو الهواء فيه خطافات كده خطاطيف بيسحبني، ولا بيمثل قوه دفع، ولا احتكاك، ولا جاذبيه، بيمثل قوه دفع رقم ب، لان هو لو كلمه سحب يبقى معناه ان هو الهواء بيشدني، يبقى فيه ايدين، هو ما فيش ايدين ولا فيش حاجه تمسك فيه، ده هو ايه، بيزجني كده بيدفعني، فهو بيمثل قوه دفع. كلما زاد الزمن المستغرق لقطع مسافه معينه، الزمن لو طال كده ينفي مشوار المفروض ياخد 10 دقائق، خد فيه ساعه، خد فيه 60 دقيقه، يبقى اكيد السرعه بتاعت الجسم دي قلنا نقول تاني معناها كده، ان انا جاي من مشوار المفروض ياخد 10 دقائق خد ساعة، بسبب ايه؟ بسبب ان السرعة دي كانت زيادة مش معقولة، عشان السرعة قاعدة زي ما هي ما اتغيرتش، عشان السرعة قلت، عشان السرعة تضاعفت، عشان السرعة قلت رقم ج، يبقى لو السرعة قلت الزمن يطول، لكن السرعة لو زادت الزمن ها يقل، يبقى هما الاتنين ماشيين معايا، ماشيين علاقة عكسية مع بعض، لو زاد الزمن ها تقل السرعة، ولو قل الزمن تزيد السرعة. رقم 8 بيقول لي الحاسة التي تستخدمها للتعرف على رائحة، رائحة يبقى دي حاسة ايه؟ من غير مجرى الباقيين حاسة الشم، سؤال سهل وبسيط. رقم 9 تصب عصارات الكبد، العصارة الصفراوية بتاعت الكبد، وعصارات البنكرياس في نقط للمساعدة في إتمام عملية هضم الطعام. احنا عارفين عصارة الكبد، عصارة البنكرياس والكبد بيصبوا في المعدة؟ لا. في الأمعاء الدقيقة؟ أيوة. ولا الأمعاء الغليظة والفم مستبعدين، إجابات مستبعدة. البساط الشفاف اللي هي الطبقة الرقيقة، الغشاء الرقيق اللي في العين ده اللي بيمكن الحيوانات من الرؤية في الظلام، ده تكيف تركيبي سلوكي، تركيبي وسلوكي، لا توجد اجابه صحيحه. هو البساط الشفاف ده حاجه في العين موجوده، وايوه ده غشاء رقيق، يبقى اكيد تكيف تركيبي اللي هي رقم ألف.
السؤال الثاني بيقول أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة. برضه هاخد الكلمات دي وأحطها في النقط: زمن الاستجابة، الكهربية، الكيميائية، الاحتكاك، الجاذبية، الرئتين، الخياشيم، السمع. هاخد الكلمات دي وأحطها في النقط. رقم واحد: خاصية صدى الصوت بتعتمد على حاسة. ركز معايا، في كلمة مفتاحية عندك هي بتجاوب لك صدى الصوت. صوت ده يبقى عايز حاسة ايه؟ حاسة السمع. الوقت الذي يستغرقه الجسم لتلقي المعلومات من البيئة. فين الكلمة المفتاحية هنا؟ الوقت. وقت يعني زمن. فين كلمة الزمن هنا؟ أول كلمة زمن الاستجابة. يبقى الوقت اللي بيستغرقه الجسم لتلقي المعلومات اللي هو زمن الاستجابة. يبقى أنا حتى لو مش مذاكر أقدر أستخدم الكلمات المفتاحية بكلمة الوقت اللي هي زمن، يبقى زمن الاستجابة. هاخدها الكلمة من فوق وأنزلها تحت. بتنقل أسلاك الكهرباء الطاقة نقط إلى المنازل والشوارع. دي حالة روعة. طاقة أسلاك الكهرباء بتنقل الطاقة مين؟ الكهربية. القوة التي تسبب سقوط الثمار من الشجرة لأسفل، بتخلي الثمار بتنزل لأسفل، هي ها خدناها قوة الكيميائية. لا ما خدناش حاجة اسمها قوة الكيميائية. قوة الاحتكاك برضو خدناها. قوة الجاذبية. بتستخدم الأسماك نقط لاستخلاص الأكسجين الذائب في الماء. الأسماك بتاخد ايه؟ كل ده عدينا عليه. الرئتين والخياشيم، بتاخد الخياشيم. برافو عليكم كده، النموذج التالت ده أشطر بكتير من النموذج الأول والتاني. السؤال الثالث: صوب ما تحته خط في العبارة الآتية. هنا تركز معايا، والكلمة اللي تحتها خط دي هتعتبرها مش موجودة وتحط كلمة أنت مكانها صحيحة. أنت الأصل اعتبرها إن هي مش موجودة خالص وتحط مكانها، اعتبرها نقط. تتمتع العبقار بأسنان نقط تتناسب مع أكل العشب. أنا هعتبر كلمة حادة دي مش موجودة. بأسنان إيه؟ هو هنا بيقول لي حادة، يبقى أنا على طول أعرفها بأسنان متساوية، عشان الحادة دي مناسبة لأكل اللحوم، وهنا دي أكل عشب، يبقى هتبقى بأسنان متساوية أو مستوية. عند وصول الجسم لأقصى ارتفاع فإنه يختزن طاقة، الطاقة المختزنة اسمها طاقة حركة، أكبر ما يمكن. هي ما دام قال لي طاقة يختزن طاقة، الطاقة المخزنة اسمها طاقة ايه؟ طاقة وضع. رقم ثلاثة: بيعتبر وجه البوم الذي يشبه الوعاء من أمثلة التكيف السلوكي. ما دام هو جاب السلوكي يبقى الكلمة الثانية العكس اللي هي التكيف ايه؟ التركيبي. الصوت هو الصورة المرئية للطاقة التي تنتقل في صوت موجات. الصوت ده مش هو مش الصوت اللي الصورة المرئية للطاقة. الطاقة المرئية اللي هي الطاقة المين؟ مفيش غيرها، اللي هي الطاقة الضوئية اللي هو الضوء. يبقى انا هعتبر ان كلمة صوت مش موجودة. نقط هو الصورة المرئية، الضوء هو الصورة المرئية. عند زيادة سرعة الجسم تقل طاقة حركته. تزيد السرعة مش هتقل، هتزيد طاقة حركته. السؤال الرابع: تخير من العمود باء ما يناسب العمود ألف. إذا أثرت على جسم ساكن أو إذا أثرت على جسم ساكن قوى غير متزنة. القوى الغير متزنة هتعمل في إيه؟ هتسبب إيه؟ هتسبب الحركة. يبقى هنختار رأي بديه رقم واحد: تصدي حارس المرمى. الناس بتحب تلعب كورة، كلنا بنحب نلعب كورة. تصدي حارس المرمى للكرة وإيقافها يمثل قوة. هو عمل له ايه عشان ما تخشش المرمى؟ دفعها، يبقى تمثل قوة دفع. يعتبر الخشب من المواد، ها سهلة خالص المعتمل، انا كده اخترت يعني، تحمل الرسائل من المخ والحبل الشوكي الى باقي اجزاء الجسم. برافو عليكم. الاعصاب عضلة كبيرة بتساعد، لسه واخدينها من شوية في النموذج الأول والتاني، بتساعد في حركتي الشيق والزفير اللي هي مفيش غيرها دلوقتي، اللي عضلة الحجاب الحاجز. السؤال الخامس: حدد نوع الطاقة في الحالة دي. سؤال سهل جدا بس عايز تركيز، لأن ممكن أنت لازم تفهم الكلام تقرأ السطر مرة واثنين وثلاثة. طاقة مختزنة في البطاريات. الطاقة اللي جوه البطارية طاقة إيه؟ طاقة كيميائية. جوه البطارية الطاقة المخزنة في البطارية اسمها طاقة وضع كيميائية. الطاقة الناتجة عند تشغيل المدفأة.
عند تشغيل المدفأة. قال لي مش لما يشغل المدفأة الطاقة اللي هتطلعها المدفأة دي طاقة ايه؟ حرارية. الطاقة المختزنة داخل كرة تقع اعلى منحدر، مختزن يبقى طاقة ايه؟ طاقة وضع. الطاقة التي يمتلكها لاعب اثناء الجري هو بيجري، يبقى مدام بيجري بطاقة حركة. الطاقة الناتجة عن تشغيل الراديو، الراديو اللي بنشغله بنسمع ايه؟ بنسمع صوت، يبقى طاقة صوتية. السؤال الاول في النموذج الرابع، تخيل الاجابة الصحيحة. برضو السؤال ده هنركز فيه، اي مما يلي يعد احد مصادر الضوء؟ القمر، قلنا لا خدناه، ان يعني القمر ده بيعكس ضوء الشمس، يعني الضوء بتاعه مش جاي، هو مش هو اللي جايبه، ده واخده من الشمس. العينان، هي العينان بتطلع ضوء ما بتطلعش؟ النار بتطلع ضوء، ايوه بتنور، كان زمان بيستخدموها احد مصادر الضوء، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه بتاعتي. طب والمراه دي بتعكس الضوء، لكن هي ما بتطلعش ضوء. رقم اتنين، تقول السؤال الطويل خالص ده بينرفزني، يعني لا هو مش ده، هو اسهل سؤال، ده هو بيبقى موضحه. بيقول توقف رامي فجأة وهو يقود دراجته لأنه سمع صوت سيارة تسرع باتجاهه. أي جهاز استقبل إشارة السماع الخارجية التي مكنت رامي من الاستجابة بإيقاظه؟ الجهاز اللي هو في جسم رامي اللي سمع الاستجابة، سمع الصوت بتاع السيارة اللي كانت وراه، ده الجهاز سمع، يبقى جهاز مين؟ تقول الجهاز السمعي. ما هو الجهاز السمعي تبع ايه؟ تبع الجهاز العصبي. طب والباقيين؟ ما انا بفسر على طول، بدور على الاجابه بتاعتي، هو مش الدوري ولا الاخراجي ولا العضلي. ثلاثه، زي ما شايفين في الصوره كده، تدفع فاطمه صندوقا كبيرا، وعمنا عز اللي انتوا شايفينه هنا في الصوره بيشدها، بيشد هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، واخد بالك من السهم؟ يعني القوه بتاعتهم هما الاثنين في اتجاه واحد، وياتي عز لمساعدتها كما بالشكل. كيف يغير ذلك من القوه المؤثره على الصندوق والمسافه تتحرك؟ يا ترى هما الاثنين لما كانت فاطمه بتدفع وحدها الصندوق هتاخد مسافه نفس المسافة بتاعت وهي وعز؟ اكيد هيبقى مختلفين، هنشوف الاجابات اللي بتقول كده. لا يغير ذلك من القوة او المسافة، كلام غير صحيح. تزداد القوة المؤثرة، القوة بتاعتهم هما اتنين زيادة عشان بيجوا اتنين مش واحد، وتقل المسافة، كلام برضو غير معقول. ازاي تزيد القوة وتقل المسافة؟ رقم جيم بيقول لي تزداد كل من القوة والمسافة، هي دي الاجابة بتاعتنا الصح. تقل القوة وتزيد المسافة، كلام برضو غير منطقي، يبقى الإجابة بتاعتنا تزداد القوة وهتزداد المسافة. رقم أربعة بيقول لي الجهاز المسؤول عن هضم الطعام، حب الجهاز جاوة ده بيقول لي كده، هو حله لي هضم الطعام، يبقى الجهاز مين؟ الجهاز الهضمي. خمسة، تستخدم الخفافيش، واحد يقول لي صدى الصوت، صدى الصوت يبقى هتستخدم حاسة ايه؟ للوصول الى فرائسها وتجنب الاصطدام بالعوائق. هي يقول لي انا واحد سامع، يقول سامع صدى الصوت، طب صدى الصوت ده يبقى يستخدم حاسه البصر ولا حاسه الشم ولا السمع ولا التذوق؟ اكيد هتستخدم حاسه السمع. رقم ستة بيقول لي اي مما يلي يساعد الزواحف مثل حرباء النمر على التخفي بين اوراق الاشجار؟ ايه اللي هيساعد حرباء النمر عن يتستخبى بين اوراق الاشجار؟ الحراشيف الملونه اللي فيها ولا الفراء البني؟ هي اصلا لها فراء، يبقى الاجابه دي مستبعده. الارجل القصيره، الفراء الذهبيه، يبقى الباء وده المستبعدين، يبقى عندهن مين اللي هيساعدها على التخفي بين اوراق الاشجار؟ الحراشيف الملونه. رقم سبعة بيقول الطاقة المختزنة في الزنبرك، قلنا طاقة مختزنة يبقى طاقة وضع، مدام قال لي مختزن يبقى انا شفت الكلمة المفتاحية، لان هنا قال لي طاقة مختزنة، الزنبرك اللي هو الياي، الطاقة المختزنة هنا يبقى هتبقى طاقة وضع. رقم تمانية بيقول لي وحدة قياس السرعة هي ثانية لكل متر، عكاسها ساعة لكل كيلومتر، برضه هنا في ألف وباء معكوسين، يبقى ألف وباء مستبعدين. جيم بيقول لي متر كل ثانية، متر كل كيلومتر، يبقى هي ما عنديش غير رقم جيم متر في الثانية.
رقم 9 بيقول لي ماذا يحدث لطاقة الحركة عندما تصفق بيدك؟ لما بتسقف في ايدك كده، طاقة الحركة اللي بتعملها بيدك دي هتتحول، لما بتسقف في ايدك هتتحول طاقة الحركة لطاقة صوتية وطاقة حرارية. يعني لما بتخبط في ايديك ببعضيها كده هتسمع صوت، وكمان ايديك هيتولد فيها حرارة. انا شايف ان الكلام ده منطقي. طب نشوف باقي الاجابات. تتحول طاقة الحركة اللي هي السقفة دي الى طاقة وضع وطاقة شمسية. رقم جيم تفقد بعض الطاقة ويتحول البعض الآخر إلى طاقة ضوئية. هديك بتنور برضو، كلام يعني إجابة مستبعدة خالص. رقم دال بتفقد بعض الطاقة ويتحول البعض الآخر إلى طاقة كيميائية. برضو هنا الإجابة مستبعدة، يبقى ما عنديش غير رقم ألف، هتتحول السقفة إلى طاقة صوتية وطاقة حرارية. رقم 10 بيقول لي من طرق التواصل المشتركة بين الإنسان والحيوان الهاتف المحمول. هو الإنسان بيستخدم الهاتف المحمول بس الحيوان لا. اللوحات الفنية، الإنسان بيرسم بس الحيوان لا. يبقى ألف وباء هنا مستبعدين. الومضات الضوئية، الخنافس بيستخدم الضوء. طب نشوف كده الكتابة، الإنسان بس اللي بيستخدم الكتاب. يبقى ما عنديش غير جيم، ومضات ضوئية بيستخدمها الحيوانات زي الخنافس كده، والإنسان برضو بيستخدمها برضو فين؟ زي في إشارات المرور. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة. يعني هجاوب من الكلمات اللي موجودة عندي، مش هجاوب من دماغي. المعتمة، الشفافة، لا مش شمسية دي، اللعاب، دفع، سحب، 40، الرئتين، القصبة الهوائية. يبقى دي الكلمات اللي هحطها في النقط دي. تقول احطه خلاص؟ لا حاضر. الاول رقم 1 يقوم نقط في الفم بترطيب الطعام. يعني الترطيب يعني بتلين الطعام ليسهل هضمه وبلعه. هيكون هي اكيد 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 اللعاب. تسمح المواد نقط بنفاذ الضوء من خلال المواد اللي هتخلي الضوء يعدي منها. ها الشفافه، ده مرتبين ما شاء الله. الشفافه. قوه الجاذبيه تمثل قوه نقط واتجاهها دائما لاسفل نحو الارض. قوه الجاذبيه بتعمل ايه؟ بتمثل قوه دفع، دفع يبقى تدفعها لفوق، ولا قوه سحب يبقى هي قوه سحب. السياره العربيه التي تقطع مسافه 80 كيلو متر في ساعتين. كيلو متر في ساعتين هتتحرك بسرعه، يبقى هضطر اقسم ال 80 ده على كام؟ ساعتين يعني 2، يعني 80 على 2 يعني هتبقى عندي 40 كيلو متر في الساعة. يبقى السرعة هتبقى 40 كيلو متر في الساعة. تحاط الحويصلات الهوائية اللي هي جوه الرئتين في، أنا قلت أنا جاوبتها أنا، في الرئتين بشبكة من الأوعية الدموية يتم من خلالها تبادل الغازات بين الدم والهواء. يبقى الحويصلات الهوائية دي موجودة فين؟ في الرئتين. السؤال الثالث، ضع علامة صح أو علامة خطأ. في ناس بتحب السؤال ده ولكن الشطار هو اللي بيوجه دايما بيقع في سؤال صح وغلط بسبب التسرع بتاعهم. بيقول لي حفر الحيوانات للخنادق شكل من أشكال التكيف التركيبي. هو حفر ده، كلمة حفر دي حتة بجسم الحيوان؟ لا، يبقى مش تكيف تركيب، يبقى الإجابة خطأ. تتمتع الحيوانات آكلات اللحوم بأجهزة هضم طويلة، يعني فيها أربع معدات زي البقرة. طب هي البقرة دي هي اللي فيها أربع معدات اللي فيها جهاز هضم طويل، هي دي من أكلات اللحوم؟ دي من أكلات الأعشاب. يبقى برضو الكلام ده برضو خطأ. تزداد طاقة وضع الجسم كلما ارتفع عن سطح الأرض. كل ما الجسم ترفع لفوق كل ما زيد طاقة الوضع بتاعته. الكلام ده أكيد صحيح. رقم 4، لا تحدث تحولات للطاقة عند طهي الطعام. لما بطهي الطعام ما بتحصلش تحولات الطاقة. الكلام ده برضو غلط. ازاي بتحول طاقة الوضع عندي؟ بتحول تحولات كتيرة بتحصل جوه الطعام، ما الطعام بيتغير طعمه ازاي. رقم 5 بيقول لي بتتحرك الاجسام مسافة كبيرة عندي دفعها بقوة كبيرة. صح، مسافة كبيرة محتاجة قوة كبيرة، يبقى الكلام صح. السؤال الرابع بيقول لي اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات الآتية باستخدام الكلمات التالية. مديني الكلمات اللي هحطها في المصطلح. أول كلمة عندي السرعة، طاقة الوضع، رد الفعل المنعكس، أنظمة التواصل،
التكيف التركيبي. يبقى دي الكلمات اللي هحط لها جواب بيها. تغير يحدث داخل جسم الكائن الحي، ويشمل تغيرا في تركيب احد اجزاء الجسم. يبقى السرعه، طاقه الوضع، دفع المعاكس، انظمه التواصل. يبقى التكيف التركيبي. مجموعه من الاجهزه تتكامل معا لنقل المعلومات من مكان لاخر. اجهزه سرعه، ما تنفعش طاقه وضع، رد الفعل منعكس. يبقى انظمه التواصل. المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، مسافه على الزمن، يبقى من غير ما ابعد عنها السرعه. الطاقه المختزنه، مختزنه يبقى طاقه ايه، من غير ما ابص على طاقه وضع، مش هبص مش هقرا باقي الكلام، طاقه وضع. رسائل يرسلها الجهاز العصبي بشكل سريع ولا يتمكن من التفكير فيها على طول، رد الفعل المنعكس. السؤال الخامس، صل من العمود ألف الذي يمثل الأعضاء الحسية. يبقى اليد، العينان، اللسان، الأذنان، الأنف. ما يناسب العمود باء الذي يمثل المعلومات الحسية؟ اليد. يا ترى اليد دي ايه بنعمل بها ايه؟ هي اللي بتحس بالضوء القادم اللي جاي من نافذة مفتوحة، بتحس بالرائحة الكريهة، بتحس بالحرارة القادمة من موقد ساخن. هي دي الإجابة بتاعتنا، اليد بتحس بالحرارة القادمة من موقد ساخن. العينان بتحس بإيه؟ بالضوء القادم من نافذة مفتوحة. أنا شايف هي دي الإجابة الصحيحة، صح. رقم 3، اللسان هو اللي بيحس بالرائحة الكريهة؟ لا، بيحس بطعم الليمون اللاذع. دي الإجابة الصحيحة بتاعتي. رقم 4، الأذنان بتحس بالرائحة الكريهة ولا بتحس بالضوضاء؟ الأذنان. يبقى بتحس بالضوضاء اللي هو الصوت، الصوت العالي. يبقى هي رقم 4 اللي هي الضوضاء. يبقى الأنف بيحس بالرائحة الكريهة. النموذج الكام ده؟ ده النموذج الخامس. تخيل الإجابة الصحيحة. رقم 1 بيقول لي ما هي صورة تحول الطاقة عند قيادة الدراجة؟ الصورة اللي في صورة تحول الطاقة عند الدراجة، تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة وضع، تحول الطاقة الكيميائية اللي هي في البنزين إلى طاقة حركية، تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية. هو أنا بقود الدراجة عشان أحولها كيميائية؟ أنا عايز أتحرك بيها. تحول الطاقة الحركية لطاقة نووية. نعمل فرقات هنا، ايه الكلام ده؟ يبقى عندي هتلاقي الاجابه اللي هي انا بركب الدراجه عشان احول الطاقه اللي جواها لطاقه حركيه، اللي هي الطاقه الكيميائيه اللي جواها احولها لطاقه حركيه. هي دي الاجابه الصحيحه بتاعتي. رقم 2 بيقول لي اي مما يلي يمكنه تخزين الطاقه؟ واحده من الاربع دول بتقدر تخزن الطاقه. المصباح، بعدين بعيد خالص ما بيخزنش طاقه. البلاستيك، سلك، البطارية. هي رقم ألف، هي دي الإجابة الصحيحة بتاعت اللي تقدر نخزن جواها طاقة وضع كيميائية. رقم 3، ما هي العلاقة الرياضية اللازمة لحساب السرعة؟ مسافة على الزمن، كتلة على الزمن اللي هي الشرطة المائلة، كلمة على اللي هي الشرطة المائلة، الزمن على المسافة، عكسهم، الزمن على الكتلة. دي مستبعدة، احنا ما خدناش من دعوة الكتلة خالص. يبقى اللي فيها الكتلة دي مستبعدة، جيم ودال. اللي معايا دول احنا كنا مين الاول، المسافة الاول ولا الزمن في الاول؟ المسافة الاول. يبقى هي رقم ألف الإجابة الصحيحة. رقم 4، بتساعد الأوراق نقط في النباتات على امتصاص ضوء الشمس. الأوراق الصغيرة ولا العريضة ولا مثلثات الشكل ولا تبقى أشواك؟ الأوراق العريضة هي اللي بتساعد على امتصاص الضوء الشمس في عملية البناء الضوئي. رقم 5، تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل. خدناها من شوية، هتنزل لتحت، يعني الرئتين هيتملوا أثناء عملية الشهيق، الزفير، الهضم والإخراج. هنستبعد الإخراج ونستبعد الهضم، يا الزفير يا الشهيق. هنا الرئتين هي نزلت لأسفل، يبقى الرئتين امتلأت، يبقى ده أكيد في عملية الشهيق. رقم 6، بيقول لي أقدر أو يمكن تمييز ملح الطعام عن السكر. أقدر أعرف الملح من السكر عن طريق حاسة البصر، لا هما الاثنين لونهم أبيض، عن طريق حاسة الشم طبعا لا مستبعدة، السمع
هسمعهم وبيتكلموا وبيسمعش يبقى دي برضو مستبعده، هقدر اميزهم من بعض عن طريق حاسه التذوق. رقم 7 بيقول لي اي مما يلي يسمح مرور الضوء من خلاله: الخشب، الزجاج، المعادن، الحائط. طبعا بيعدي الضوء، بيعدي ايه؟ بيعدي في الزجاج. رقم 8 بيقول لي الشكل المقابل، الواد الجميل ده اللي لابس بنطلون لبني وتيشيرت اصفر ده بيعمل ايه؟ بيدفع في الصندوق اللي قدامه. القوة اللي بيعملها دي قوة دفع، انا قلتها الوقت في الاجابة، ها بيعمل قوة دفع ولا سح ولا جاذبية ولا احتكاك؟ بيعمل قوة ايه؟ قوة دفع. واضح زي الشمس اهو. كل مما يلي يمثل طاقة حركة ما عدا اهتزاز جزيئات المادة اثناء التسخين. المية لما بتتحرك اثناء التسخين دي طاقة حركة، صح. حركة الامواج الصوتية او الضوئية في الهواء، الضوء والصوت لما بيتحركوا في الهواء برضه طاقة حركة. حركة الالكترونات او الكهرباء داخل السلك برضه طاقة حركة. طب كرة عالقة اعلى شجرة، كرة وجع في ماسكة في شجرة كده معلقة في الشجرة فوق، دي جواها طاقة ايه؟ جواها طاقة وضع مش طاقة حركة، يبقى هي دي الاجابة المستهدفة بتاعتنا. رقم 10 بيعتمد النحل في التواصل. سامع واحد بيقول على الرقص، الرقص ده يعتبر ايه؟ ها يعتمد على الضوء، الرائحة، الصوت، الحركة، الحركة اللي هو الرقص. السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: القمر، الشمس، زاد، قل، الشغل، الحركية، الأكسجين. تزداد سرعة الجسم عندما قلنا السرعة مع الزمن علاقة عكسية، لو زادت السرعة يبقى الزمن هيحصل له إيه؟ قلنا علاقة عكسية، يعني لو واحد زاد التاني يقل. طب هنا مين اللي زاد؟ السرعة، يبقى الزمن هيحصل له ايه؟ قل. المصدر الرئيسي للضوء على سطح الارض، اكبر مصدر بينور الارض كلها اللي هو مين؟ الشمس. ينقل الدم مجط من الرئتين لجميع خلايا الجسم. الدم ده بينقل ايه؟ احنا هو قلنا بينقل الغذاء من الجهاز الهضمي، وبينقل من الرئتين بينقل الاكسجين. مقدار الطاقة اللازمة، مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة فيه، مقدار الطاقة اللازمة لتحريك جسم من خلال القوة المؤثرة. اللي هو يعرف بيه ده يعرف بالشغل. عند الطرق على الباب تتحول الطاقة، حركة ايدك دي طاقة ايه؟ طاقة صوتية. الطاقة الحركية بتاعت ايدك الى طاقة صوتية. السؤال الثالث: صوب يعني صحح ما تحتوي خط في العبارات الاتية. بالكلمة اللي تحتها خط دي هي اللي هنصلحها او نعتبرها مش موجودة. يعتبر مركز التحكم الرئيس في جسم الانسان. مين اللي مركز التحكم الرئيس؟ اللي هو مين؟ طبعا هو مش الحبل الشوكي، لان دي غلط، هنحط مكانها مين؟ المخ. تتنفس الاسماك الاكسجين ازاي؟ في الماء عن طريق الجلد. يعني مش بتنفس عن طريق الجلد، وما بتنفس عن طريق ايه؟ عن طريق مش الرئتين برضه، عن طريق ها الخياشيم. من الاثار السلبيه لتلوث الماء، مش تلوث الماء على الانسان، الاصابه بالامراض الصدريه. امراض الصدريه اللي هي خاصه بيه يعني بالرئتين، يبقى مش تلوث الماء، يبقى تلوث ايه؟ تلوث الهواء. الكره التي تتدحرج على منحدر تزداد طاقة، هي ما تتدحرج يعني خلاص هي كانت فوق ونزل لتحت، تزداد طاقة وضعها، خلاص طاقة وضعها بتاعتها خلاص تحولت لتدريجيا أثناء السقوط، يبقى تزداد طاقة ايه؟ ده هي ما تتدحرج متحركة، يبقى تزداد طاقة حركاتها. عندما تؤثر قوة متزنة على جسم ساكن فانه يتحرك. احنا قلنا القوة المتزنة بتخلي ساكن زي ما هو، يبقى كلمة متزنة ده غلط، هنحط مكانها كلمة صحيحة اللي هي قوة غير متزنة. السؤال الرابع: تخير من العمود باء ما يناسب العمود الف. العمود الف نمط له معنى مثل ترتيب الحروف في كلمة، خدناه ده اللي هو الشفرة. قوة تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، متلامسين يعني بينهم احتكاك، يبقى الاحتكاك. شوف رقم 2 كتبت قدامها 2، رقم 1 خدت الإجابة بتاعتها وكتبت قدامها رقم 1، رقم 3 بيقول لي خاصية الضوء التي تساعدك على رؤية صورتك في المرآة.
الخاصية، الضوء له مجموعة من الخواص، بيعمل الضوء بينفس وينعكس وينكسر، صح كده؟ الخاصية من دول اللي هو الانكسار والانعكاس والنفاذ دي، الخاصية اللي بتخليك تشوف صورتك في المراية، خاصية ايه؟ الانعكاس. هي رقم 3، كتبت انا قدام الاجابة بتاعتي ايه اللي اخترتها؟ رقم 3، الطاقة المختزنة في البنزين. طاقة البنزين جواه طاقة ايه؟ هو الاكل، طاقة كيميائية. عند زيادة القوة المؤثرة على جسم متحرك، لما تزيد القوة اكيد هتزيد السرعة بتاعت، زي ما شفنا كده في تشاك ويف اللي هي شاحنة تشاك ويف، لما زود لها القوة عن طريق تزويق، حط لها 3 محركات او 3 مواتير بتاع طيارة نفاثة، زادت السرعة بتاعتها. السؤال الخامس، صنف التكيفات التالية لتركيب اسلوب. سؤال جميل وسهل جدا. انا ببص بشوف لو الحاجه دي في الجسم يبقى تكيف تركيبي، لو الحاجه دي بره الجسم يبقى تكيف سلوك. فبيقول لي وجود اشواك، الاشواك دي بتبقى موجوده في جسم في النبات ولا مش موجوده؟ موجوده. دي تكيف ايه؟ تكيف. ما دام في الجسم يبقى تكيف تركيبي. تمتع بعض الحيوانات بمرونه التغذي على انواع مختلفه من الغذاء. في بعض الحيوانات كده زي ثعلب الفينك والثعلب القطبي بياكل اي حاجه، بياكل اثمار الفاكهه وبياكل الجذور وبياكل فضلات بعض الحيوانات، فهنا عنده مرونه بياكل اي حاجه، بياكل اي حاجه. دي كلمه مرونه التغذي، دي حته في جسمه؟ لا، ده سلوك، يبقى تكيف سلوكي. نشاط الخفافيش ليلا، الخفافيش بتصحى بالليل، هي بتصحى بالليل، دي حته في جسمها كده اسمها بتصحى بالليل، لا برضه يبقى تكيف سلوكي. الاسنان الحاده، هي الاسنان الحاده حته في جسم الحيوان المفترس؟ ايوه، ما دام حته في جسمه يبقى تكيف تركيبي. العينان في حرباء النمر تتحركان في اتجاه مختلف، هي العينان دي في جزء من الجسم؟ ايوه، يبقى برضه تكيف تركيبي. يبقى انا بعرفها ازاي؟ لو جزء من جسمه يبقى تكيف تركيبي، لو حاجه غير بعيد عن جسمه يبقى اكيد هتبقى تكيف سلوكي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.